السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في أول حلقة من سلسلة صوت الحق. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على تصرف العائلات بخصوص الإرث. تحت ذريعة ديال المال يبقى في العائلة، كنلقاو مثلا أن الشخص من كيتوفى كيبقاو صبر تسنى هذا، صبر مازال خاصنا نشوفو، صبر مازال خاصنا نجمعو الوراثة، لا مازال هذا الشيء كامل، هذه كامله هضره خاويه، الشرع خاصو يطبق، ما كاينش لا صبر لا جوج. نجيو نشوفوا بعدا علاش تعطى الخيب، لانه فيها اضرار وهي اضرار وخيمه. اولا يقدر يموت شي حد اخر والحقوق يتخالطوا، ولا كنقولوا مثلا يتعقدوا. ثانيا كاين واحد الكلمه في الاقتصاد سميتها لو كو دو بورتونيتي، ولا بالعربيه فرصه البديله. منين الشخص كيتوفى والارث ما كيتقسمش مثلا لواحد المده ديال 3 سنوات، انا ماشي غير الورثه اللي ما استفدوش، ولكن حتى الاقتصاد والمجتمع. في ظرف مثلا 3 سنوات راه يكون الواحد دار المشروع وتزادت القيمه الممتلكات ديالو 30% ولا اكثر، او والاقتصاد حتى هو ما كيستافدش من حرفيين، من شركات، من مقاولين ذاتيين. اذا التماطل في تقسيم الارث كله اضرار. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وسبسكرايب للقناه وتبارطاجوا مع اصحابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.